السلام عليكم الإخوان، عندي واحد الموضوع بغيت نهضر فيه وهذا. ولكن في البداية بغيت نقدم الشكر الجزيل ديالي للقناة شوف تي في والمسؤولين ديالها على الخدمات ديالهم وعلى يعني مساعدة المواطنين، وكتشاركهم الهموم والمشاكل ديالهم. المهم المشكل اللي بغيت نهضر عليه ماشي غير أنا اللي كنعاني منه، كاين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل صراحة. مشكل ديال مكتب ديال بيليس انترناسيونال بمدينة الدار البيضاء من المغرب. يعني هذا المكتب الا بغيتي تشد شي رونديفو ولا شي موعد ولا هذا، ضروري خاصك تدخل الموقع الالكتروني ديال بيليس باش تشد هذا الموعد وهذا، باش تمشي للقنصليه تماك عندنا في كازا. مثلا غنهضر انا على راسي، بعد محاولات عديده وعديده، يعني اكثر من شهرين، ولقيت ناس اكثر يعني من 6 شهور، وناس اللي تقريبا اكثر من عام بهذا المعنى هذا، يعني وما توفقوش باش يشدوا هذا الموعد، مع اننا كنديروا جميع دوك الطرق اللي خاصها الدار باش تدخل لذاك الموقع وكتبحث وهذا، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. يعني السيت مبلوكي، ما فهمناش، ما عرفناش المشكل فين كاين. لهذا كنطالبوا من الناس المسؤولين بمكتب بيليس مدينه الدار البيضاء باش يديروا لنا شي حل، بالاخص الناس حنا ديال التجمع العائلي، راه حنا كنعانيو بزاف بزاف صراحه. تخيلوا مثلا هذا التجمع العائلي، راه باش انسان يوصل ليه هنا مثلا في اوروبا ولا في بلاد المهجر بصفه عامه، راه شلا اجراءات وشلا هذا وشلا مصاريف وشحال خصك باش كتسنى باش كيخرج لك داك القبول، يعني باش كتبغي تجمع الشمل مع وليداتك وهذا، باش انت كتبغي ترتاح شويه في حياتك. يعني ابار المشاكل ديال الغربه والهموم ديالها والمعاناه ديالها، كيبغي الانسان يجيب وليداته حداه حسن ما وليداته هما مكرفصين كيعانيوا لهيه، وحنا كنعانيوا هنا يعني في بلادات الناس. يعني وكتجي في الاخير ملي كتوصل داك يعني كيخرج لك القبول ديالك وهذا، كيبقى لك خطوه وحده انك تمشي تاخذ موعد في القنصليه باش وليداتك يعني يقدروا ياخذوا ديك التاشيره باش يجيو عندك هنايا. مثلا كتمشي لهذا الموقع والو بدون جدوى. انا مثلا اقسم لكم بالله العلي العظيم الى شحال من ايميل صيفط، شحال من ريكلاماسيون درت، اتصلت شخصيا بالقنصليه، اتصلت شخصيا بالناس ديال بيليس، ولا حياة لمن تنادي. ما كاينش شي مسؤول ولا شي واحد عنده شي ضمير مهني ولا جبنه. يعني كدابا الغريب في الامر، كتدخل لهاد المواقع كتلقى هنا كاتبين لك اتصل بنا هنا، كونتاكت معنا، هادي اي مشكل. ولكن يا اخي داكشي راه حتى حاجه ما خدامه، داكشي كاين غير تصاور غير يعني في السيت. والخطير في الامر في هادشي كامل اننا كنلقاو ناس اخرين كيتفاوضوا معنا في مواقع الكترونيه ديال التواصل الاجتماعي، كيتفاوضوا معنا وبواحد الاثمنه خياليه، كيقول لك الا بغيتي الرونديفو خصك تخلص، خصك تعطيني قد وقد. ولينا كنحسوا والله العلي العظيم بحال رحنا في شي رحبه ديال البهيم، ولا حنا رحنا في شي مارشي سوق كنبيعوا بطاطا، ولا كنبيعوا. انسان كيتفاوض معاك هكذا بهذا الشكل هذا، يعني والله العظيم الى معاناه ما بعدها معاناه. ولهذا كنطلبوا من المسؤولين تماك، لا في المكتب ديال بيليس ولا اللي في القنصليه ديال اسبانيا، يحاولوا يديروا لنا شي حل لهذا المشكل هذا صراحه. راه حنا كنعانيو وبزاف. وهذا مكان، وكنشكر كاع الناس اللي يعني غيحسوا بينا ويتضامنوا معنا، والشكر الجزيل مره اخرى لشوف تي في، ونتمنوا انها توصل الصوت ديالنا للمسؤولين تماك، نتمنوا انها توصل الصوت ديالنا للمسؤولين تماك، وكنشكركم بزاف بزاف.